السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي محمود قريطم. النهارده هنتكلم عن فوار ممتاز جدا كمطهر لمجرى البول، وبيساعد في التهابات في علاج التهابات المثانه والتهابات حوض الكلى. وكمان الفوار ده بيساعد في انه ذوبان بلورات حمض اليوريك، وكمان املاح اليوريت، وبيمنع ترسبها في مجرى البول. معانا النهارده فوار بروكسيمول. زي ما حضرتك شايفين، فوار بروكسيمول المنتج ده عباره عن مكونات ممتازه جدا، لانه بيحتوي على خلاصه الحلفة بر، والحلفة بر دي من الاعشاب الطبيعيه جدا اللي حتى ممكن اي واحد يلاقيها عند العطار. ايه الحلفة بر دي؟ الحلفة بر دي فيها مادة البروكسيمودايول، والمادة دي بتساعد انها توسع الحالب، فبالتالي بتساعد على طرد الحصوات اللي موجودة في الحالب. كمان البروكسيمول فوار بيحتوي على مادة البيبرازين، ومادة البيبرازين دي بتساعد على ذوبان بلورات حمض اليوريك، وكمان بتساعد على ذوبان املاح اليوريت، وبتمنع ترسبهم في مجرى البول. مش بس كده، ده البروكسيمول فوار كمان في ماده الهكسامين، اللي اول ما بتروح لمجرى البول بتحول للفورمالدهايد، والماده دي بتشتغل كمضاد قوي للبكتيريا اللي موجوده في مجرى البول. البروكسيمول فوار هو عبارة عن برطمان اهو زي ما حضراتكم شايفين، بودرة مش اكياس، واستعماله بيبقى غطا من ده، او اجيب معلقة صغيرة او معلقتين صغيرين واحطهم في نص كوباية مية واخدهم 3 مرات في اليوم بعد الاكل. الفوار ده طعمه مستساغ، طعمه مش حادق ولا ملح ولا حاجة، يعني طعمه مستساغ، نادرا ما يحصل ميل للغثيان او القيل. يبقى معانا بروكسيمول فوار بيستخدم انه بيدوب املاح اليوريت وبلورات حمض اليوريك، ويمنع ترسبهم في مجرى البول. كمان بيستخدم كطارد للحصوات اللي موجوده في الحالب عن طريق توسيع الحالب. كمان بيستخدم للالتهابات او عدوى المثانه، التهابات اللي بتحصل في المثانه او حوض الكليه او التهابات مجرى البول بوجه عام. في حاجة عايز انبه عليها، ان استعماله في الحمل والرضاعة بلاش حد يستعمله في الحمل والرضاعة. كمان محظور للي عندهم قصور او خلل في وظائف الكبد والكلى، بلاش يستعملوا بروكسيمول فوار. رغم اهميته شديدة، لكن احنا برضو في الكبد والكلى بلاش، الحوامل المرضعات بلاش. حاجة نقطة حابب انبه عنها، ان لو واحد بياخد بروكسيمول فوار مع مضاد حيوي زي السبتازول او الستريم او السبتيرين دي اس مضاعف القوه، لو حد بياخد بروكسيمول فوار مع سبتيرين اقراص او مع سبتازول او مع ستريم اقراص، ياخد باله من نقطه مهمه جدا، ان البروكسيمول في الهكسامات حول للفورمالدهايد، وكمان الماده اللي موجوده في السبتيرين او الستريم او السبتازول سلفا ميسوكسازول، دول الماده السلفا ميسوكسازول ذوبانها بيبقى ضعيف جدا جدا، وبتدوب في البول بصعوبه، ولازم واحد يشرب ميه كتير. وماده الهكسامين لما تروح اللي موجوده في البروكسيمول، لما الشخص ياخد الفوار هيتحول فورمالدهايد، وده هيقلل ذوبان السبتيرين او السبتازول او السترين، فطبعا هيبقى صعوبه، وهيؤدي كمان ان لو في حصوات او في رمل على الكلى هتسوء اكتر، لان الذوبان في البول مش هيبقى كويس، وهيترسب في مجرى البول الماده اللي موجوده في السبتازول زي ما قلنا، او السترين او السبتازول. عشان كده طب اعمل ايه؟ لو حد بياخد بروكسيمول فوار وبياخد سبتيرين او سبتازول او ستريم، لازم نفصل بوقت كافي على الاقل من 4 ل6 ساعات. اي حد بيستخدم فوار بروكسيمول عشان يدوب
املاح اليوريك او بلورات حمض اليوريك لازم يشرب ميه كتير، ولازم يشرب عصير قصب، وكمان مغلي الكرفس والبقدونس من الحاجات اللي بتساهم في التخلص من حمض اليوريك وذوبان حمض اليوريك، مع شرب الميه الكتير اقل حاجه 2 لتر في اليوم. 2 لتر في اليوم لازم شرب ميه كتير مع الفوار. طبعا الفوار ده يستخدم كمطهر عام، بس الافضل عمل تحليل بول شامل، وعشان نعرف ان عندي حصوه ولا لا لازم زياره الطبيب المختص، ولازم الكشف بالاشعه على منطقه الحوض والكلى عشان خاطر نتاكد هل في حصوات ولا مفيش حصوات. الفوار بروكسيمول فوار علبه 60 جرام عامله 15 جنيه، عامله 15 جنيه. شرب الميه الكتير من الحاجات اللي بتساعد على تقليل الاملاح بوجه عام، وكمان مش بس كده، ده كمان تقليل الحوادق والحراق والمخللات. الحاجات زي دي بتساهم بدرجه كبيره ان ترسب الاملاح في الجسم يقل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.